السلام عليكم مشاهدينا مرة أخرى، خلينا إن شاء الله نكون مرة أخرى معكم، وأكيد نشكر الزميل كرار الحمداني على هذه الجولة. طبعا مثل ما عرفناكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم، موضوعنا عن التسامح، ونتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع من خلال تعليقاتكم اللي وصلتنا عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة كربلاء الفضائية ولمنشور صباح كربلاء. ناصر الحجة يقول: لا تعودوا أنفسكم على الصمت، اذكروا الله، استغفروه، سبحوه واحمدوه، عودوا ألسنتكم على الذكر فإنها إن اعتادت لن تصمت أبدا. وكذلك يقول: رددوا معي: اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والهموم والأحزان، ومن علينا بالسكينة والأمان والستر. طبعا شكرا جزيلا لهذه التعليقات الجميلة، مع أنها ما تتعلق بموضوع حلقتنا، لكن تعليقات بلي. طيبة. نعم بلي، هو ذكر أنه بالبداية أيضا كان عنده ذكر أنه عن موضوع التسامح شيء جميل، شكرا جزيلا. عندنا أم شمس أيضا: حسب اعتقادي صفة التسامح مرتبطة ولو بشيء بسيط أو بشيء يسير بصفة حسن الظن، فعندما يخطأ شخص ما في حقنا سواء بكلمة أو أي تصرف يسيء لنا، فإذا أردنا مسامحته نضع حسن الظن بالمقدمة مع بعض الأعذار. مثلا قد يكون خان التعبير، أو يكون يعني يقصد نصحي أو لمصلحتي، فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أحمل أخاك على 70 محمل. وفقنا الله وإياكم للعمل بالتسامح لنلقاه بقلب أبيض. شكرا يا أم شمس. أيضا عندنا وردة القداح تشكرنا على طرح الأفكار، مزيد من الإبداع خاصة في طرح الأفكار اللي تزرع روح التعاون والتسامح. نشكركم يا عزيزتنا، ونتمنى أنه أنتم أيضا تكونون يعني متسامحين وأيضا تساهمون نعم. في نشر التسامح. نور الزبيدي أيضا تقول: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبين من هذه الآية، قصدها يتبين من هذه الآية الكريمة، أن ثقافة التسامح فضيلة إنسانية إسلامية حث عليها الدين الإسلامي، وأن ثقافة التسامح تعمل على إزالة الحقد والكراهية الموجودة في ضمائر البشر، والابتعاد عن مفهوم العنف والجريمة، وتعمل أيضا على تنمية روح المواطنة. شكرا لكم يا نور لهذا التعليق. كذلك مصطفى جاسم محمد الكعبي يقول لقناة كربلاء الفضائية تحية طيبة: من خلال عملي كمعلم أنشر هذه الصفة كل يوم بين التلاميذ. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا هو المعلم الجدير بأن يكون معلما للأجيال، أنه يثقف الأجيال على مفهوم التسامح وغيرها من المفاهيم الأخلاقية. نعم نعم. كربلاء جنتي المتابعة الدائمة أيضا تبدي تعليقها بالصلاة على محمد وآل محمد، وأيضا تذكر قوله تعالى: على بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، إن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأيضا تذكر أنه الإنسان لازم يكون مسامح، لأن الجنة ثمنها أنه يكون الإنسان عنده حظ عظيم وحظ عالي مثل ما نقول إحنا، حتى يقدر يحصل الجنة. شكرا جزيلا لكل اللي شارك ويانا. وأيضا عندنا المتابع يطلق على نفسه الملك حمورابي، يذكر أنه يدعونا طبعا: أسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم لما هو خير لخدمة المجتمع، وجعله الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم جزيل الشكر. كثير من الأشخاص يهتمون بتاريخنا العراقي، لذلك يطلقون تسميات القديمة للملوك، وأيضا لبعض المصطلحات اللي كانت رائجة في ذلك الوقت على أسمائهم، حبا بهم وتمسكا بتاريخهم. احنا طبعا نشكر كل اللي شاركوا ويانا بحلقتنا لهذا اليوم من ضيوف ومتابعين في سؤال التفاعل. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الأعزاء على متابعتكم هذه الحلقة من صباح كربلاء. لمن فاته مشاهدة هذه الحلقة، بإمكانكم زيارة الموقع اللي يظهر في أسفل الشاشة، وأيضا لاستقبال مشاركاتكم بالصور وأفكاركم، وأيضا كل المقترحات واللي تحبون تشاهدوه من خلال حلقات صباح كربلاء، بإمكانكم أيضا أن ترسلوها على رقم البرنامج
يظهر في أسفل الشاشة. عندكم طريقتين، الواتساب والتليجرام، تكون مفتوحة أمامكم حتى ترسلونا كل شيء حابين أنه يعرض من خلال شاشة صباح كربلاء. كل أسرة البرنامج تهديكم تحياتها، ونستودعكم الله وفي أمان الله ورعايته.